متحديا كل الصعاب ومؤكدا على أنه البطل الأول. حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني محمد مصلحي الثلاثية في الموسم الحالي، بعدما فاز على طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر، بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهت الرياضة في مصر والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي كانت سببا في تأجيل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي يحمل الأهلي لقبها. رحلة تألق أكثر من رائعة لأبطال الطائرة، حيث كانت البداية بالبطولة العربية التي استضافتها مصر في فبراير من العام الجاري، وفاز فيها على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد، محققا اللقب العربي للمرة السابعة في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب المسجل باسم الصفاقسي التونسي. وبعدها نجح الفريق الأول في التتويج ببطولة الدوري الممتاز وبحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة. وبعد ذلك قرر الفريق الأول للكرة الطائرة غلق صفحة الاحتفال بالدوري، ثم استكمل الفريق مشواره في بطولة كأس مصر، حيث لاقى فريق طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر ليفوز باللقب واللقاء للموسم الثالث على التوالي والمرة 21 في تاريخه.